تراميسون، ولكن التراميسون في الأساس بياخد حاجات ملناش دعوة بيها وبياخد حاجات تانية زي القهوة المركزة. احنا بقى هنغير الموضوع ونخليه بسيرب فيتراك، ثلاث نكهات ثلاث ألوان. تاني، سيرب فيتراك ثلاث ألوان وثلاث نكهات، هيبقى باللون الأخضر نكهة النعناع، واللون الأحمر بنكهة الكريز، واللون الأصفر نكهة المانجو. كله طبيعي، لكن احنا بنتكلم على الألوان والنكهات بالطعم. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا مع فيتراك السيرب. أول حاجة عندي عبوة كبيرة أو عبوتين أو ثلاثة من بسكويت الصفاير، ده بيتباع في السوبر ماركت. هات لي جاونت من فضلك. ثلاث عبوات أو عبوة أو اثنين حسب البايركس بتاعنا اللي هنشتغل فيه. عندي كمان ثلاث كوبايات من سيرب فيتراك أصفر وأحمر وأخضر، نعناع وكريز ومانجو. كمان عندنا كوبايتين كريمة مخفوقة هنخفقهم مع بعض دلوقتي، وعندي علبتين زبادي، وعندي كمان نص كيلو من الجبنة الكريمي، وكوباية من سيرب فيتراك مانجو تاني، ونص كيلو من المانجا القطع. المانجا دلوقتي كانت موجودة في الأسواق بس بدأت تخف شوية، لكن هقول تاني المقادير. قلنا بسكويت الصفيار الموجود اسمها كيت، المانجا الموجودة دلوقتي اسمها كيت، يعني خلاص بقى داخلين على الفراولة. عندنا زي ما قلنا ثلاث عبوات من او عبوه كبيره من بسكوت الصفاير ده في السوبر ماركت، عندنا كمان ثلاث كوبايات من سيرب فيتراك ده اللي هنسقي بيه، وعندي هنا كوبايتين من الكريمه هنخفقهم للكريمه لباني، وعلبتين زبادي، ونص كيلو من الجبنه الكريمي، وحوالي نص كيلو من المانجو القطع، وكمان كوبايه من سيرب فيتراك. تعالوا بقى نخفق الكريمه اللباني بتاعتنا هنا اهو، ونشيل الكف ده ونحط مكانه المضرب. هنجيب ده شويه هنا ونجيب ده هنا عشان خاطر نخفق مع بعض الكريمه. ده اول حاجه، بالراحه كده ننزل بسم الله ونشغل ونزود اعلى سرعه ونسيبها تتخفق مع بعضها. في نفس الوقت هنروح نجيب الجبنه الكريمي بتاعتنا اهو، وناخد المكسر التاني اهو، بس ده مع الكف بقى عشان نخلط نكهات متعدده اللي هي الزبادي والجبنه الكريمي. الله، طب ما انت مش حاطط سكر خالص. ما انا هقول لكم دلوقتي، اصبروا عليا. اولا انا عندي في السيرب الاحمر والاخضر يعني النعناع والكريز والمانجو فيه سكر، فانا مش محتاج سكر. الكريمه هنا انا بخفقها كريمه لبانه عاديه بدون سكر، وهنا هنحط كوبايه اهو من سيرب فيتراك عشان يديني نكهه وطعم وفي نفس الوقت السكر اللي انا محتاجه. يبقى انا حطيت هنا نص كيلو من الجبنه الكريمي عليه علبتين الزبادي وكوبايه من اهو سيرب فيتراك المركز، كوباية كاملة اهي. شايفين بقى المانجا حلوة قوي اهو، رشد بيقول اهو. ابعت لك كوباية، حاضر. خلاص هنقلب كل ده مع بعضه بقى، ننزل. قلنا تاني نص كيلو من الجبنة الكريمي هنا عليه علبتين زبادي وكوباية من سيرب فيتراك اللي بالمانجو. نشغل بسم الله، نخلط دول مع بعض. حلو، وفي نفس الوقت الكريمة بدأت تتماسك معانا. هنروح نجيب ثلاث بولات كبار مختلفين، كوباية من مانجو اهي، وكوباية من النعناع، وكوباية من الكريز. طبعا انتوا هتقولوا لي ده تقيل، المانجا تقيلة، عايزين نخففها شوية. نعمل ايه بقى؟ نزود شوية مية صغيرين في كل واحدة، حوالي ثلاث معالق في كل واحدة مية عادية. مية عادية ليه بقى؟ علشان تخفف معايا التركيز ويتشرب منها، يبقى اللون واضح عندي. وطبعا لازم نلبس كلافز كده عشان هنحط في ألوان مختلفة. أخبار الكريمة هي قربت تتماسك معانا، نزود هنا سرعة شوية اهو.
بس خلاص هوريكم دي شكلها عامل ازاي ودي شكلها عامل ازاي. هنا كوبايه سيرب بتراك مانجو معاها نص كيلو من الجبنه الكريمي ومعاها كمان علبتين زبادي. وهنا الكريمه اهي اول ما هتتماسك معايا هروح اضيف ده على ده يبقى عندي الخليط اللي انا هحشي بيه. وهنجيب بايركس ونيجي نشيل دول بقى هنا نحطهم هنا حتى اهو. وبعدين ما تنسوش ان انا عندي لسه مانجو نجيب بعد كده المانجا اهي خلاص. هات واحده كمان مانجا هنا اهو. نيجي بقى نعمل ايه بقى؟ ناخد اول طبقه. اول طبقه تحبوا لون ايه؟ نحب اللون مثلا الاحمر لو منزلين في اللون الاحمر. البسكويت ما تسيبوهوش لما يتغرق اهو يشرب منه كده. وناخدها فين؟ نحط اول طبقه اهو سريعا. شايفين انا بقلب بشوكه عشان مش عايز الجوانتيات شكلها يتغير اهو. نرص جنب بعضه في الاحمر اول طبقه. بص لي يا احمد على الكريمه من فضلك. شايفين خد الطعم خد النكهه خد اللون لون الكري لون الاحمر وطعم الكريز والنكهه بتاعته والسكر برضو. شايفين اهو اول حاجه حطينا اللون الاحمر لان طبعا في ناس كتير قوي بتحب اللون الاحمر. خلاص بعد كده هنجيب بقى كميه من الكريمه بالراحه كل حاجه معانا بالراحه اهو. شايفين بقى في حتت بتزنقني هنا ناخد قطعه متكسره ونحطها هنا. يا مدام فيفي الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. سلم ايدك سلم ايدك يا شيف يوسف. اهلا بيك خليك ربنا يكرمك يا مدام فيفي. ايدك على كل حاجه بتعملها ما شاء الله عليك. النهارده صوص البيست حاجه هايله جدا. انا بصراحه انا جربته قبل كده من ايد حضرتك والمره دي كمان كل مره بتعملها بتقنيه عاليه وبجوده ثانيه وبرونق ثاني وطعم ثاني وتست ثاني. سبحان الله ربنا يا رب يختم ما بين ايديك. يا رب يخليكي. والله يعني انا عايز اقول لك بس ان ده بفضلكم انتم. لا والله انت سلم والله. ايدك بجد سلم ايدك. قناه الحياه دايما الاولى ومتميزه دايما ومنفرده طبعا ومتميزه في كل شيء. يا رب يخليك. ما شاء الله عليك تسلم ايدك وتسلم كل حاجه بتعملها. وعايزه احيي مدام هيام ومدام الهام ومدام روحيه وما تحرمش منهم على سؤالهم عليا باستمرار. ومدام عفاف ومدام ليلى ومدام ماجده وكل اصدقاء البرنامج اللي بيسالوا عليا ميرسي جدا. رب عملت لنا اسره جامده جدا انت ومدام ايه. يا رب بصراحه عملت لنا اسره جميله جدا. وربنا يا رب يديم المحبه بيننا كلنا وتفضل قناه الحياه هي الاولى في مصر كلها. بفضلكم ان شاء الله بفضلكم. وبنفس حضرتك يا شيخ يسري دايما يا رب متقدم كده وفي ازدهار. وانا الحاجه اللي بتعملها يعني غالبا يعني باستمرار بعملها فبتبقى الحاجه هايله بتبقى متميزه في عزومه. الله يبارك في عمرك يا رب ربنا يخليك. بفضل الشيخ يسري. سلم ايدك يا شيخ يسري. بشكرك ربنا يخليك على اتصالك وعلى ذوقك. وان شاء الله هنشوفكم كلكم ان شاء الله مره هجمعكم كلكم ان شاء الله. هحاول كده نجمع المجموعه كلها مره واحده ونعمل لكم حفله احتفاليه كبيره هنا ان شاء الله. احنا خدنا هنا نص كيلو من الجبنه الكريمي معاها كوبايه سيرف بتراك مانجو ومعاها كمان علبتين زبادي. وخدنا هنا كوبايتين من الكريمه خفقناهم. هناخد هنا الكميه ونخلي شويه هقول لكم ليه دلوقتي. شايفين ونقلب ده مع بعض من فوق لتحت كده بالراحه. الجبنه الكريمي مع المانجو هتدينا طعم حلو قوي قوي قوي. احنا خدنا اول طبقه زي ما شفتوا كانت عباره عن ايه؟ بالاحمر بالكريز اهو. ونيجي هنا خلاص لفينا كده كله هناخد طبقه. شايفين هو ده يا ساره. الو الو اهلا بيك يا ساره. ازي حضرتك يا شيف؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم ربنا يخليك. ربنا يا ساره ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. عايزه اسال عن المكرونه البشاميل. المكرونه بالبشاميل حاضر من عينيا. ماشي حاضر بشكرك يا ساره وهقول لك عليها. احنا خلاص خدنا اللون الاحمر وبناخد دلوقتي اللون الاخضر اللي هو بطعم النعناع. نحط طبقه ثانيه بس العكس. يعني ايه العكس؟ يعني انا بدات هنا هبدا الناحيه الثانيه اهو بطعم النعناع. وبعدين
بعد ما نخلص الكميه كده بطعم النعناع نقوم جايبين حاطين طبقه تاني من الكريمه. شايفين بقى اظن الالوان دي مع الطعم او النكهات تبقى هايله قوي. السؤال بتاعك انت ماشي. عماد بيسالني بيقول لي احنا ليه ما حطيناش البسكويت ناشف ورشينا عليه الصوص او السيرب؟ هقول لك ليه. لو احنا حطينا هتبقى في حته ناشفه مقرمشه وحته طريه، لكن كل كده انا بضمن ان كل واحده بسكوت تتشرب معايا لوحدها، كل واحده تاخد النكهه بتاعتنا اهو. ايه رايك؟ وكمان اضمن ان اللون يبقى معايا موجود عشان اما اجي اقطع يبقى عندي ثلاث الوان، ثلاث الوان مختلفه اهو. المهم احنا كده ممكن لو عايزين تغيروا طعم المانجا وتخلوه كريز في الكريمه مفيش مشكله، لكن احنا حاطين قطع مانجا، يعني لو عندي فراوله او كريز هحط سيرب احمر بالكريز، لكن لو انا عندي زي ما قلت كده مانجا متوفره فهحط المانجا. ناخد طبقه تانية اهي ونفرد، واخيرا هنحط اللي بطعم المانجو البسكوت. وبعدين فاكرين كنت انا مخلي شويه كريمه ليه بقى؟ علشان بعد ما احط طعم المانجا ده ناخد نحط بقى الاخير ده. مش مشكله بقى هنشتغل كده على طول لان انا مش خايف من الالوان. يا استاذ محمد. شكرا. الو. السلام عليكم استاذ محمد، اهلا بيك. حضرتك انا عايز اعرف بس طريقه الكنافه بالقشطه. حاضر من عينيا. حاجه تانية يا استاذ محمد؟ شكرا. بشكرك يا حبيبي على اتصالك. انا هجاوب دلوقتي على حاجات كتير قوي. هنجاوب على البيتزا. البيتزا كيلو دقيق 3 معالق لبن بودره، 3 معالق من زيت الزيتون، علبتين زبادي، ومعلقه خميره، ومعلقه من السكر، وشويه ملح. بعدين بزود ميه لغايه العجينه ما تلم معايا. وبعدين بعمل ايه بقى؟ بقطعها 6 قطع، وبعد ما بقطعها 6 قطع باخدها تتخمر افردها، احط عليها صوص الطماطم اللي انا عامله في البيت. ما تعملوش صوص طماطم جاهز او ما تحطوش حاجات كده مصنعه، حطوا على طول صوص طماطم تكونوا عاملينه زي اللي قلت لكم عليه الاف المرات. وبعد كده نحط عليها التوبنج اللي احنا عايزينه، يعني طبقه جبنه موتزاريلا واي توبنج انا بحبه احطه جواها، وبعد كده يبقى عندي البيتزا جاهزه. اهو كده انا حطينا دي. اخر حاجه هحطها شويه من الصوص ده والكريمه اللي كانت متبقيه عندي، وممكن ارش على وشها كاكاو، ارش على وشها سكر باودر، اخد الوان من دي احطها على وشها زي ما تحبوا. انا بس معلش سامحوني انا نسيت احط المانجا في النص. اصول المانجا تتحط في